بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الشريط والذي سوف نريكم فيه كيفية تسجيل طلب التعليم الحضوري في حالة عدم التوفر على القن السري لدى الأب أو الأم أو الوصي. القن السري يعني لدى تلميذ، يعني الآباء اللي ما عندهمش القن السري ديال الأبناء ديالهم، يمكن لهم يسجلوا طلب التعليم الحضوري بهذه الطريقة. هذه هي طريقة جد سهلة. أول شيء يجب توفر تطبيق جوجل كروم، متصفح جوجل كروم، كنضغط عليه، كندخلوا لهذا المتصفح هذا، من بعد ندخل الرابط التالي، هذا العنوان هذا متمدرس.ebn.gov.ma الى اخره. غادي نحط لكم هذا الرابط هذا في صندوق الوصف. اذا من بعد كتظهر امامنا هذه الاستماره والشعار ديال المسار منظومه التدبير المدرسي والاستماره ديال طلب التعليم الحضوري. من بعد كنحاولوا نعمروا معلومات خاصه بولي امر التلميذ، نوع الوصايه واش اب او ام او وصي، ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، ثم بعد ذلك النسب العربية، يعني الكنية ديال الأب العربية أو الوصي أو الأم، ثم الاسم بالعربية، ثم النسب بالفرنسية، ثم الاسم بالفرنسية، البريد الإلكتروني جيميل يعني إذا كان موجود، ثم رقم الهاتف. كنحاولوا نملأ هذه المعلومات الشخصيه ديال التلميذ ديالنا، رقم التلميذ، ورقم التلميذ هو اللي كيكون في النتيجه ديال التلميذ، يعني كنمشيو للنتيجه، اخر نتيجه مثلا ديال العام الفايت تلقاو فيها الرقم ديال التلميذ، هو رقم مسار، ثم تاريخ الازدياد ديال هذا الطفل هذا او هذا التلميذ. ولكن ما نساوش في الاخير اننا نوضعوا علامه، يعني نكوشيو هذاك المربع اللي فيه العلامه الحمراء مؤشر عليها بدائرة صفراء، يعني كنحاولوا نضغطوا على هذاك المربع باش يولي ممتلئ. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنك تقول أرغب في استفادة ابنتي أو ابني من التعليم الحضوري وألتزم باحترام تام للبروتوكول الصحي وكذا التنظيم التربوي والدراسي المحدد من طرف المؤسسة التعليمية. إذن شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.